بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم النهارده؟ احنا النهارده هنتكلم زي ما اتكلمنا امبارح على التثبيت من خلال في خلال في لينوكس. النهارده هنتكلم عن ان ازاي تثبت السيكوال لايت على الويندوز. طبعا احنا هنحتاج الاول نروح لموقع سيكوال لايت علشان نقدر نجيب النسخه الخاصه بالويندوز، وهي حجمها برضو مش كبير، زي ما حجمها مش كبير على النوكس برضو حجمها هنا مش كبير. والموقع بتاعها .org سلاش هتلاقي داونلود .html. طبعا احنا هنتكلم النهاردة ان ازاي نقدر نتعامل مع السيكوال لايت في ويندوز من خلال طريقتين: ادخال سطر الاوامر، ومن خلال حاجة تانية ان احنا نستخدم برنامج له واجهة رسومية GUI نقدر ندخل من خلاله البيانات. حتى في لينوكس برضو في الحاجات دي تنفع، يعني في طريقتين: يا اما تدخل البيانات وتتعامل مع سيكوال لايت من خلال سطر الاوامر، يا اما نتعامل معاه من خلال واجهة رسومية. طبعا لما دخلنا هنا في صفحة الداونلود عندك ان هو ثلاث حاجات ان هو انت لازم تركز فيه: دي ملفات دي ال عامة هي ملهاش لازمة ومش عايزها. المهم عندنا هو الملف ده سيكوال لايت تولز، ده هو المهم، ده اللي احنا هنشتغل عليه. طبعا انا حملته قبل كده، انت تتك عليه عادي هيحمل معاك. يعني هنا هو حجمه اصلا صغير عشان كنت بحمله قبل كده، وحجمه صغير خالص ومش هتلاقي فيه ابدا صعوبة في تحميله. طبعا بعد ما تحمله، انا هنا اتحملته وفكيت الضغط عنه. هنا انت اول ما تفك الضغط هيجيب لك البرنامج. احنا المهم عندنا خالص هو البرنامج ده sqlite3.exe. علشان تشغله طبعا انت محتاج الاول تفتح السي ام دي كوماند برومبت، وهتروح الاول للمكان اللي انت حاضر اللي انت فكيت الضغط فيه. فانا مثلا فكيت الضغط زي ما احنا شايفين ان هو في دي داونلود وهنا سيكوال لايت. فانا هنا هقول له دي كده، راح للدرايفر دي بارتيشن دي، واقول له ان هو سي دي داونلود، وبعد كده هقول له سي دي سيكوال لايت. ودلوقتي هقول له شغل البرنامج من خلال سيكوال لايت 3.exe. فتح معانا البرنامج عادي مفيش اي مشكله. طبعا هو بيقول لك ان هو شغال في ايه، في الميموري. طبعا احنا قلنا زي احنا عايزين دلوقتي ننشئ قاعده بيانات، قاعده بيانات موجوده. خد بالك من حاجه، احنا دلوقتي بنتكلم ان هو ازاي تتعامل مع سطر الاوامر. في هنا نقدر نركز فيه ان هو برنامجين جيدين جدا في التعامل بواجهة GUI، واجهة رسومية. في برنامج اسمه SQLite Studio، وفي برنامج اسمه SQLite Browser. بالظبط، يعني احنا دلوقتي مش عاوزين بس نسبق الاحداث، احنا الاول هنتكلم ازاي تقدر تنشئ من خلال سطر الاوامر. فدلوقتي علشان ننشئ قاعدة بيانات من خلال سطر الاوامر، هنقول كمثال زي بالظبط قاعدة البيانات اللي احنا عملناها هناك. هنقول هنا هو دلوقتي على فكرة احنا دخلنا من غير ما نعمل، يعني لو خدت بالك احنا قلنا على طول افتح من غير ما نعمل قاعدة بيانات. فيفضل طبعا علشان تغلق النبي تعمل دلوقتي ايه سيكوال لايت كذا، وتكتب هنا مثلا نقول مثلا قاعدة بيانات اسمها work دوت دي بي، ونعمل لها انشاء. كده هو عمل قاعدة بيانات. طبعا هي هنا لسه بالظهر، علشان نخليها تظهر بنقول هنا داتا بيس، قال المسار بتاعها اهو، ودلوقتي هو انشأها هنا عندك كده. تمام كده احنا متأكدين ان احنا جوه قاعدة البيانات، وخلاص احنا كده انشأناها. دي الطريقة بتاعت خلال سطر الاوامر. مثلا دلوقتي عاوزين نتكلم على الطريقة بتاعت اللي هي استخدام برنامج جيو اي. مثلا نفتح برنامج زي سيكوال ستوديو، نقول له ان هو احنا عايزين نعمل اد داتابيس. يقول لي انت عايز تنشئها تستخدم 3 ولا 2 ولا اندرويد سيكوال سيكوال لايت. فاحنا نقول لا، خلينا هنا على 3. تقول لي تحب تنشئها فين، فاختار مثلا اي مكان، واقول له مثلا كمثال مثلا فاين مثلا دوت دي بي، مفيش مشكله، واقول له سيف. طبعا هنا انشأ قاعده البيانات، ونقول له طبعا لو مثلا ما قلتش تيست كونكشن ولا اي حاجه زي كده، كده بقول له اعمل كونكت. كده دخل جواها وبيقول لي ادي الجداول وادي الفيو.
لحد كده احنا عرفنا ازاي ننشئ قاعدة البيانات، نستخدم سطب سيكو لايت في لينوكس، وازاي نستخدمها من خلال سطر الأوامر، وازاي نستخدمها من خلال برنامج جيو اي. ان شاء الله الدرس اللي جاي هيكون ازاي نقدر ندخل بيانات في قاعدة البيانات. شكرا جدا.